عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فوتكا في ديزاد قناة كأس العالم وتغطية كأس العالم المستمرة. واليوم مع مباراة الكاميرون المنتخب الإفريقي الرابع لتكون هذه المنافسة، وسويسرا المنتخب الأوروبي الغني عن التعريف. قبل ما نبدأ في حديثنا عن المباراة وتحليلها، ما تنساوش الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بعد تعادلين للمنتخبين الإفريقيين تونس وكذلك المغرب وهزيمة السنغال، اليوم المنتخب الكاميروني يسجل ثاني انهزام للمنتخب الإفريقي وغياب أي انتصار لغاية الآن. المنتخب الكاميروني اليوم لعب بطريقة نقول باللي طريقة مليحة، لكن ما كانش هناك أفكار تكتيكية هجومية خاصة واضحة جدا. دفاعيا كان مليح، الوسط كان منظم، لكن هجوميا المنتخب الكاميروني كان يعتمد على الفرديات نتاعو. راح نتكلموا عن كل هذا الشيء، لكن بداية نبدأ بإعطائكم تشكيلة المنتخب الكاميروني. تقريبا هي التشكيلة اللي لعبت ضد المنتخب الجزائري باستثناء تغيير أو تغييرين. في حراسة المرمى الحارس أونانا حارس الإنتر، تورو انكولو كاستيلو وكذلك فايد في الدفاع الرباعي الدفاعي، وفي خط الوسط جويت وكذلك اونغلا والنجم انغويسا لاعب نابولي اللي كان غايب عن لقاء الجزائر، وكذلك ايكامبي شوبو موتينغ ومبويمو لاعب برينفورد هذا كذلك كان غايب عن لقاء الجزائر لانه تم تغيير جنسيته الرياضيه بعدما كان فرنسي الجنسيه كما قلنا لاعب برينفورد. هذا فيما يخص تشكيلة المنتخب الكاميروني. نروحوا إلى تشكيلة المنتخب السويسري، أكيد مليئة باللاعبين اللي يلعبوا في أندية محترمة. عندنا مثلا حارس سومر عملاق الحراسة في الدوري الألماني وحارس مانشن جلادباخ، فيدمار كذلك أكانجي إلفيدي ورودريغاز في الدفاع، في خط الوسط فراولر وكذلك يانيس تشاكا أكيد كلكم تعرفوه لاعب أرسنال، شاكيري اللي يلعب حاليا في أمريكا، سو لاعب فرانكفورت، كذلك فيرغاس لاعب أوكسبورغ، يعني هذا خط ثلاثي متمرس في الدوري الألماني، وفي الهجوم إمبولو لاعب جلادباخ سابقا وكذلك لاعب موناكو حاليا وهو صاحب الهدف. أعزائي المشاهدين، رجل المباراة كما شفتوا في التشكيلة هو سومر، وبطوابع الحال نقول بأنه كان عنده عديد التدخلات لأنه المنتخب الكاميروني كما قلت كانت عنده أكثر الفرص في المباراة، وبالتالي نقول بأنه المنتخب الكاميروني ما عرفش كيفاش يستغل الفرص نتاعو. قبل ما نتكلموا عن مجريات اللقاء نعطيكم بعض الأرقام الخاصة بالمباراة. شوفوا الآن الهجمات تاع المنتخب الكاميروني، ومن بعد نقولوا علاش رانا نقولوا بأنه المنتخب الكاميروني كان عنده هجمات لكن ما كانش عنده أفكار هجومية. شوفوا الآن عدد المحاولات تاع المنتخب الكاميروني داخل منطقة الجزاء، 7 محاولات راكم تشوفوا فيها، عندنا محاولتين داخل منطقة 6 أمتار ومحاولة واحدة خارج منطقة الجزاء، في حين كان هناك 4 محاولات فقط للمنتخب السويسري داخل منطقة الجزاء وجاء منها هدف، في حين المنتخب الكاميروني لم يسجل أي هدف، ومحاولتين من خارج منطقة الجزاء للمنتخب السويسري. كذلك لو نجي نشوفوا عدد التسديدات، كان عندنا 8 تسديدات لصالح المنتخب الكاميروني مقابل 7 تسديدات للمنتخب السويسري، 2 أو 5 منها في الإطار للمنتخب الكاميروني، وبالتالي هنا نقولوا سومر كان رجل المباراة لأنه كان عنده 5 تصديات، في حين كان هناك 3 تسديدات مؤطرة لصالح المنتخب السويسري. لو نجي نشوف نسبة الاستحواذ اللي دائما قلت لو تتذكر يوم أمس ما عندهاش تلك الأهمية الكبيرة، نسبة الاستحواذ وهي أصلا راهي يعني قريبا متساوية، 49% للكاميرون 51% لسويسرا، لأنه الكاميرون حكموا كرة ولعبوا في خط الوسط. هنا اللي تكلمت الأمر مهم جدا يوم أمس، قلت بأنه الإكس جي هو اللي يعطيك حقيقة المنتخب اللي كان مليح في المباراة. شفنا عدد المحاولات لصالح المنتخب الكاميروني، عدد المحاولات اللي كانت في المرمى لصالح المنتخب الكاميروني، لكن لو نجي نشوف الإكس جي، المنتخب الكاميروني عنده 0.69 والمنتخب السويسري عنده 1.43، لذلك لا تنخدعوا بهذه الإحصائيات الرنانة والتي في كثير من الأحيان تغالط وتعطيك معلومات خاطئة. 5 محاولات للكاميرون وعنده 0.69، في حين 3 محاولات مؤطرة لسويسرا عنده 1.43. هنا نقول بأن المحاولات اللي ما كانتش في الإطار لصالح المنتخب السويسري كانت خطيرة جدا وكان ممكن أنها تكون هدف، بينما المحاولات اللي كانت في الإطار للمنتخب الكاميروني ما كانتش تشكل كرات خطيرة جدا، وحتى المحاولات اللي كانت خارج الإطار كانت مجرد محاولة طائشة. هذا هو تعريف الإكس جي لصالح المنتخب السويسري مقارنة بالمنتخب الكاميروني، وحتى المحاولات الثلاثة للمنتخب السويسري كلها كانت خطيرة، منها تصدي ممتاز جدا للحارس أونانا. وعلاش ترى هذا الشيء بعد ما عطيناكم الأرقام؟ الآن نجو نتكلموا من الناحية الفنية. المنتخب الكاميروني كان يمسك كرة، كان يدور كرة،
هل هو كان يستحوذ ام المنتخب السويسري اعطى له الكره؟ انا اشوف بان المنتخب السويسري يلعب بذكاء كبير جدا، لانه يعرف بان مباراه الكاميرون في المتناول، لكن عنده مباراتين صعبتين امام كل من البرازيل وصربيا. يا جماعه صربيا حاليا من افضل المنتخبات في اوروبا، وكم رايحين تشوفوها اليوم امام البرازيل، ممكن ما تقدرش تصمد امام البرازيل، لكن يؤدوا مباراه ممتازه جدا، وانا نرشحهم باش يترشحوا، يمكن حتى يروحوا بعيد. وبالتالي المنتخب السويسري قلت انه جر المباراه. في الشوط الاول المنتخب الكاميروني نعم كان افضل، اعتمد على المرتدات، لم يستحوذ على الكره كثيرا، المنتخب السويسري هو اللي مشى اللعب، هو اللي جر اللعب، سجل الهدف نتاعو مباشره بعد بدايه الشوط الثاني، لما سجل الهدف نتاعو في الشوط الثاني رجع للخلف، اعطى الكره للمنتخب الكاميروني، واصبح المنتخب السويسري هو اللي قوم بالخطوره، وهو يعني اللي قوم بالخطوره من يعني بواسطه المرتدات. كذلك المدرب السويسري ياكين قام بتغيير او باخراج اهم لاعبيه، امبولو كذلك تشاكا وكذلك شاكيل، قام باخراجهم من المباراه، وحتى رودريغيز الظهير نتاعو، لانه يحب يحافظ على اللاعبين نتاعو، ويعني يحافظ عليهم فريش، وكذلك يكونوا جاهزين بدنيا لمباراه البرازيل وكذلك صربيا، اللي بالنسبه للمدرب السويسري هي اهم مباراه، لانه للامانه المنتخب الكاميروني يعتبر اضعف او نقطه الضعف في هذه المجموعة، والأكيد كل الجميع راح يدخل باش يفوز بـ3 نقاط. سونغ قلت بأنه عديم الأفكار الهجومية، ما كاش أفكار هجومية، رغم أنه الكاميرون تمتلك 3 لاعبين على مستوى عالي جدا، وحتى أفضل من المنتخب السنغالي. قلت بأن المنتخب السنغالي المشكلة تاعه هو في جودة اللاعبين الهجوميين تاعه، وما عندوش اللاعب الحاسم واللاعب اللي يعني يدير الفرص ولا اللي يجسد الفرص إلى أهداف. مثلا أليو سيسي عنده أفكار، أما هولندا كان شفنا أفكار في الهجوم. المنتخب السنغالي كان يخلق فرص، يصنع هجمات، كان هناك تبادلات، تقاطعات، مثلثات، مربعات، دخول إلى منطقة الجزاء، توسيع الملعب، ثم الهجوم عن طريق العمق. لكن الكاميرون ما نشوفوش هذا الشيء، نشوفوا تدوير الكره في وسط الميدان، ومن بعد في الهجوم لعبوا كما تعرفوا. عندنا مبومو لاعب برينتفورد، عندنا شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ اللي مر بافضل مراحله مع البايرن، وهو حاليا احد هدافي النادي البافاري. كذلك عندنا ايكامبي هذا المهاجم المعروف نجم نادي ليون، يعني لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن نشوفوا الجوده تاع المنظومه ناقصه، وبالتالي هنا تنعكس جوده المدرب، وهنا نقول ايتو للأمانة استخدم العاطفة نتاعه وحطم المنتخب الكاميروني. كان يمكن أن يجلب مدرب عنده حس تكتيكي عالي جدا يساهم. ممكن اليوم الكاميرون كانت المباراة في يدها، ما شفناش منتخب سويسري شرس، ما شفناش منتخب سويسري قوي، لكن هذه هي المنتخبات الإفريقية، المهم تروح كأس العالم، والسلام عليكم. المنتخبات الإفريقية إنجازها أن تلعب كأس العالم، تتأهل ما تأهلش هذا شيء آخر. إذا أعزائي المشاهدين نلتقي بكم في مواعيد قادمة مع مباريات اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.